صباح الخير والحب والتفاؤل، معكم المعلمة نجود السليحة، مدرسة هواري بمدين، الصف الثاني. أهلا بكم أحبائي، صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. أهلا بكم مرة جديدة معي في درس جديد من دروس العلوم. أحبائي، عندما تجولنا في حديقة المدرسة ماذا شاهدنا؟ تفضلي دانيا. أشجار ونباتات. أحسنتي. أيضا يا قصي، ماذا شاهدنا؟ نباتات. أيضا يا موفى، نباتات صغيرة. نباتات صغيرة، أحسنت. شاهدنا أشجار ونباتات وفواكه. شاهدنا، تفضلي. أشجار. شاهدنا أشجار. أحبائي، عندما شاهدنا الأشجار والنباتات والشجيرات الصغيرة، كانت الأشكال الأوراق متشابهة؟ لا. قصي؟ لا. لا. أيضا الآن سنتعرف سويا على أشكال هذه الأوراق، وسنشاهد هل هي مختلفة أم متشابهة. قبل أن أبدأ سأسأل سؤال. قصي، ما فائدة الأشجار للطبيعة؟ تزين الطبيعة. تزين الطبيعة. أيضا يا دانيا. زين الطبيعة. أحسنتي. أيضا يا مطفى. تعطي الأكسجين. أحسنتي يا بطل. أيضا تنقي الهواء. تنقي الهواء، رائع. إذا تنقي الهواء وتعطي الأكسجين، تفضلي. وتزيدها جمالا. وتزيدها جمالا أيضا، أحسنتي. إذا تزيد الطبيعة جمالا، تفضلي. تعطيها الأكسجين. وتعطينا الأكسجين، أحسنتم يا أبطال. إذا تزين الطبيعة، تزيدها جمالا، وتعطينا الأكسجين وتنقي الهواء. والآن معي سننظر إلى الصور الآتية ونتمعن فيها جيدا لنتعرف إلى أشكال الورقة، وهو درس اليوم الجديد هو أشكال الورقة. انتبهوا إلى الشكل الأول. انتبهوا أحبائي للصورة. يوجد في الصورة أوراق وعندي ثمرة للورقة. من يقول لي ما هذه الورقة؟ تفضلي. ورقة شريطية. أنا لم عم أسأل اسم عم أقول لك ما نوع هذه الورقة، لأي نبات؟ الذرة. لنبات الذرة. لأنه انتبهوا، ثمار نبات الذرة بجانبها، إذا هي ورقة نبات الذرة. الذرة. سأتعرف إلى شكلها، ماذا تشبه؟ انتبهوا، لدينا أربع أشياء. أول شيء ما هو يا موفى؟ الإبرة. الإبرة. الشيء الثاني تفضلي. بيضاوية. لا، عم بحكي ما هذا الشيء؟ بيض. بيض، احسنتي، او بيضه. الشيء الثالث ماذا نشاهد قصي؟ كف. احسنت. الصوره الاخيره يا دانيا؟ شريطه. شريط او شريطه، احسنتي. طيب تعود الى الصوره، انتبهوا. اذا اوراق الذره ماذا تشبه من هذه الاشياء؟ تفضلي سنة. الشريطه. تشبه الشريطه او الشريطه. طيب بما أنها تشبه الشريط، ماذا نسميها يا موفى؟ ورقة شريطية. أحسن. إذن أحسنت يا بطل، نسميها ورقة شريطية. إذن أوراق الذرة هي ورقة شريطية، شكلها كالشريطية. أحسنت يا موفى. طيب دانيا تفضلي واختاري ورقة تشبه الورقة الشريطية. تفضلي. أحسنتي، ارفعي الورقة لأصدقائك، ارفعي الورقة. إذا ما هذه الورقة يا دانيا؟ ورقة شريطية. تشبه أوراق من؟ النبات الذي شاهدناه في الصورة؟ أوراق نبات الذرة، أحسنتي. طيب وهذه الورقة لأي نبتة؟ هل تعرفين؟ للذرة هي؟ لمن هذه يا قصي؟ لأي نبات؟ نبات؟ لا، ليست للذرة. موفى. نبات الزينة، أي نوع من أنواع نبات الزينة. طيب الآن سنتعرف إلى الشكل الثاني. سنتعرف إلى الشكل الثاني من أشكال الورقة. انتبهوا أحبائي إلى الشكل الثاني.
ما لون هذه الأوراق؟ قصي؟ خضراء. خضراء، إذا لونها خضراء. خضراء. طيب لأي نبات أو لأي شجرة هذه الأوراق؟ من يعرف؟ الليمون. الليمون، تشبه أوراق الليمون؟ النعنع. لا، ليست النعنع. من يعرف لأي شجرة؟ أوراق الزيتون. لا، ليست الزيتون. أوراق شجرة؟ هي تشبه الأوراق التي ذكرتموها، أحسنتم. هي أوراق شجرة الغار، شجرة الغار. سمعتم بها قبل ذلك؟ لا. نعم. سمعتم؟ لا. لا. طيب الآن إذا هذه الأوراق سنشاهد معا ماذا من أي من هذه الأشياء تشبه؟ انتبهوا، تشبه. سمينا أول شيء الإبرة، أم البيضة، أم الكف، أم الشريط أحبائي؟ ماذا تشبه أحبائي؟ تفضل يا سنة. البيضة. إذا من هذه الأشياء، من بين هذه الأشياء تشبه البيضة. إذا هذه الأوراق تشبه البيضة. عفواً دانيا، ماذا نسميها بما أنها تشبه البيضة؟ ورقة بيضوية. نسميها ورقة بيضوية. أحسنت، رائع. إذا نسميها ورقة بيضوية. الآن ما أننا تعرفنا على الشكل الثاني وهو الورقة البيضوية، أيضا من بين الأوراق التي جمعتموها أنتم سنختار منها ورقة، منها ورقة بيضوية. تفضلي سنة، تفضلي واختاري ورقة بيضوية وارفعيها حتى يشاهدها أصدقائك. إذن هل الورقة التي رفعتها صحيحة تشبه الورقة البيضوية التي شاهدناها في الصورة؟ نعم. نعم، طيب أحسنتي. أيضا تفضل قصي، اختار ورقة تشبه الورقة البيضوية. شكرا لك، تفضلي. شكرا. إذن ورقة أيضا بيضوية. هل هي بيضوية؟ نعم. ما رأيكم؟ إذن بيضوية. أحسنت، أحسنت. لمن ورقة أي شجرة؟ هل تعرف؟ البيض. تفضل. الفلفل الأحمر. شجرة الكاوتشوك، سمعتم بها قبل ذلك؟ لا. تفضل، تفضل وجلوس. شكرا لك يا قصي. أيضا تفضل موفق واختار ورقة. أريد أيضا ورقة بيضوية. أحسنت، أيضا ورقة بيضوية. بيضوية، شكرا لك، تفضل. الآن انتبهوا، سنتعرف إلى الشكل الثالث. إذا سنتعرف إلى الشكل الثالث من أشكال الورقة، انتبهوا إلى الشكل الثالث. ما هذه الورقة يا؟ تفضلي. الكف. لا، ما هذه الورقة؟ لأي نبات؟ تفضل قصي. لا، ليست التين. العنب. العنب. العنب، أحسنت يا سنة. إذا أحسنت يا قصي، يا موفق أيضا. هي لورقة العنب. العنب. ليس مع بعضنا. تفضلي دانيا، إذا لأي نبات هذه الورقة؟ ورقة العنب. ورقة العنب، أحسنت. إذا ورقة العنب. العنب. طيب سؤال، هل أوراق العنب تؤكل يا موفق؟ نعم. نعم، إذا أوراق لا. أما الأوراق السابقة التي شاهدناها وتعرفنا إليها، هذه هل تؤكل؟ لا. كلا. كلا. انتبهوا، أي شيء من هذه الأشياء ورقة العنب تشبه؟ الإبرة، أم البيض، أم الكف، أم الشريط؟ دانيا. الكف. إذا تشبه الكف، أحسنتي. ارفعوا كفكم. إذا ماذا تشبه؟ الكف. الكف. تشبه الكف، أحسنتم. إذا تشبه الكف. إذا يا قصي، ماذا نسمي هذه الورقة؟ ورقة كفية. إذا نسميها ورقة كفية. ماذا نسميها إذا يا موفق؟ ورقة كفية. ماذا نسميها يا سنة؟ ورقة كفية. أحسنتم، شكرا لكم. تفضلوا موفق واختار لي ورقة كفية من بين هذه الأوراق. أحسنت، إذا ورقة كفية. هل تشبه الكف؟ نعم. تماما، تشبه الكف تماما، ليس كذلك؟ نعم. إذا تشبه الكف تماما، لذلك سميناها ورقة كفية. ورقة أي شجرة يا؟ لا، ليست العنب. العنب، انظر، هل تشبه ورقة العنب؟
التين، إذا شجرات التين أحسن. تين. هل تؤكل هذه الورقة؟ لا. كلا، فقط شجرات ورقة شجرة العناب التي تؤكل. شكرا لك. طيب لو رفعت أنا ورقة هل تشبه الكاف؟ لا. ما رأيك موفق؟ لا. نعم، هل تشبه الكاف؟ نعم. نعم تشبه الكاف. نعم. لكن ورقة شجرة التين هي تشبهها أكثر، تشبه الكاف أكثر. 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 كأنها فعلا كاف تماما. طيب، سنتعرف إلى الشكل الرابع. تعرفنا إلى الشريطية وإلى البيضوية وإلى ماذا تعرف؟ الإبرية. الإبرية، لم نتعرف إليها للإبرية. انتبهوا أحبائي، الصورة ليست موجودة معي، لكن أنا وأنتم جمعنا ورقة إبرية. عندما ذهبنا إلى الحديقة بين الأوراق موجودة الورقة. انتبهوا، انتبهوا إلى الأشكال، إلى هذه، إلى الأشياء أحبائي. شجرة أوراق، أي شجرة هذه يا قصي؟ الصنوبر. أحسن، إذا أوراق شجرة الصنوبر. انتبهوا إليها جيدا، إلى شكل الورقة. انتبه يا موفق، تشبه الإبرة أم البيضة أم الكف أم الشريط؟ الإبرة. الإبرة، فنسميها يا سنة ماذا نسميها؟ ورقة إبرية. إذا نسميها ورقة إبرية. جيد، أحسنت يا سنة، شكرا لك. إذا نسميها ورقة إبرية. إبرية فعلا، لأنها تشبه الإبرة. إذا أحبائي، بعد أن تعرفنا على أشكال الورقة، موفق، هل أشكال الأوراق متشابهة؟ أوراق الأشجار والنباتات؟ لا. إذا متشابهة أم مختلفة؟ مختلفة. مختلفة، أحسنت. إذا أشكال أو الورقة أو أشكال الأوراق النباتات مختلفة. مختلفة. الآن انتبهوا أحبائي، سأوزع عليكم أوراق لنقوم بوصل شكل الورقة بالشيء الذي يشبهه. تفضل، جهزوا قلم الرصاص الكتابة هنا. انتبه إلى شكل الورقة جيدا موفق حتى نصل بشكل صحيح. تفضلي سناء، تفضلي. أيضا سنسمي هذه الأوراق الموجودة أمامنا. انتهيت. ضعها أمامك. دانيا ماذا تريدين؟ لا، لا داعي لاستخدام المصدر. ضعها أمامك. أول شكل، أول شكل يا قصي، أوراق أي نبات، أي شجرة؟ شجرة، ارفعها، تشاهدونها جميعا أنتم، أليس كذلك؟ إذا أول صورة أحبائي، انتهيتي من الوصف؟ انتهيت. موفق، إذا أول شجرة صحيح كما قال قصي، أوراق شجرة الزيتون. نعم. نعم، ما شكلها يا بيضاوي. بيضاوية، أحسنت، وصلت إلى البيضة. وأنت يا موفى، أحسنت، أحسنت. صورة ثانية. طيب دانيا، ماذا تشاهدين في الصورة الثانية دانيا؟ بيضة. لا، ليست الأشياء، عن نباتات، صورة أي نبات؟ تفضل. قصب السكر. قصب السكر. اجلسي أثناء، تفضل. إذا أحسنت يا سنة، قصب السكر. طيب سنة، أوراق قصب السكر تشبه أي شيء من هذه الأشياء؟ الشريطة. وصلتيها إلى الشريط، أحسنتي، فهي أوراق شريطية، أحسنتي. طيب موفق، في الصورة الثالثة ماذا نشاهد؟ ورقة أي نبات؟ إكليل الجبل. إكليل الجبل، أحسن. إذا نشاهد أوراق نبات إكليل الجبل.
أي شيء من هذه الأشياء وصلتها؟ إلى الإبرة. إلى الإبرة، إذن فهي أوراق إبرية. إذن فهي أوراق إبرة، ارفعها حتى يشاهدها. إذن أشير إلى صورة الإكليل الجبل لو سمحت. أحسنت، أشر إلى الشيء الذي يشبه أوراق إلى سمي الشيء إلى الإبرة. إبرة، فهي أوراق إبرية. إبرية، أحسنت، شكرا لك. آخر صورة، هل تعرفينها؟ آخر صورة. لا، ما اسم النبات؟ أنا أسأل عن النبات، ما اسم النبات؟ ما اسم النبات؟ يا لوجين، ما اسم النبات؟ واضحة. أوراق أي نبات يا لوجين؟ تفضل. العنب. العنب، إذا ماذا قال؟ أوراق شجرة العنب. إذن أوراق العنب. طيب يا لوجين، ماذا تشبه من هذه الأشياء؟ الكف. الكف، فنسميها أوراق كفية. كفية. نعيد الصورة يا لوجين. إذن ما هذا أوراق أي نبات؟ لا لوجين، الصورة الأخيرة أوراق. من يقول؟ موفق. أوراق أي نبات؟ العنب. العنب. لوجين أعيدي، أوراق أي نبات؟ العنب. العنب، انظري انظري إليه جيدا. طيب شكرا لكم أحبائي، أعطوني الأوراق. إذا يا موفق، كم لدينا شكل للورقة؟ أربعة. أربعة أشكال، أحسن. دانيا ابدأي بالشكل الأول، ما هو الشكل الأول؟ شكرا لكم. الشكل الأول من أشكال الورقة، ما اسمه؟ أي شكل؟ أوراق إبرية، أحسنتي، تفضلي. ورقة شريطية. أوراق أو ورقة شريطية، تفضل. الشكل الثالث؟ إبرية. 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 قلنا إبرية. كفية. كفية أيضا. شريطية. شريطية، أحسنتي. من يعدد الأربع أشكال؟ تفضل قصي. إبرية، شريطية، كفية أيضا. ساعدي دانيا. إبرية. إبرية، بيضاوية، وكفية، وشريطية. أحسنتي، إذا إبرية، شريطية، كفية، بيضاوية، إذا أربعة أشكال. أشكال، إذا للورقة أربعة أشكال. إذا أوراق الأشكال الورقة أحبائي أو النباتات متشابهة أم مختلفة يا سناء؟ مختلفة. طيب الآن أحبائي سأضع أمامكم أربعة أوعية وستقومون بفرز الأوراق التي قمتم بجمعها، وشكرا لكم لأنكم قمتم بجمع الأوراق وساعدتموني. سنفرزها حسب الشكل، البيضاوية بوعاء، والكفية بوعاء، والشريطية بوعاء، والإبرية بوعاء. أنا سأوزع بعض الأوراق عليكم لتقوموا أنتم بفرزها. تفضل. وانتبهوا جيدا إلى أشكال الأوراق. تفضل. تفضل. اختاروا الوعاء الذي الإبرية. الوعاء الأول ماذا وضعتم فيه؟ أي شكل؟ بهدوء قصاي، أنا سأساعدك. أعطيني القصي. إذا ما هذا ورقة قصي، أي شكل؟ زين. لا. شريطية. شريطية. سنة. ما هذا الشكل الذي شكل الورقة الذي كان لديك؟ ما هذا الشكل؟ بيضاوية، أحسنتي. إذا Thank you.
شوكي انتهيتم؟ إذا في الوعاء الأول ماذا وضعتم؟ أي شكل؟ بيضاوية. سنة في سنة في الوعاء الثاني ماذا وضعتي؟ أي شكل يا سنة وضعنا؟ أوراق كافية. الأوراق الكافية أحسنتم. إذا فرزناها بشكل صحيح. في الصحن الثاني الثالث عفوا تفضلي رجعي. إبرية. إبرية أحسنتي. الأخير أوراق شريطية. أحسنتي أوراق شريطية. نعيدها إذا أوراق بيضاوية موفى. أوراق كفية. تفضلي. أوراق إبرية. والأخيرة أوراق شريطية. إذا أصبحنا الآن أصبح الآن بإمكاننا إذا ذهبنا إلى الحديقة وتجولنا مع أهلنا في الحديقة أن نميز بين أشكال الأوراق. نعم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بدرس أشكال الورقة وتعرفنا إلى الأشكال المختلفة للورقة. طيب بس سؤال أحبائي، هل هناك أيضا أوراق نباتات نستطيع أن نأكلها غير أوراق العنب؟ نعم. من يعدد لي أو يذكر اسم نوع من أنواع الأوراق نستطيع أن نأكلها؟ الملفوف. أيضا التين. لا التين هل نستطيع أن نأكل أوراق التين؟ لا لا الخس. الخس أحسن. النعنع. النعنع أحسنتي. كوز نعنع. نعنع. النعنع أحسنتي. شكرا لكم أحبائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذا الدرس من العلوم وهو أشكال الورقة. شكرا لكم.